للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو تالا الناطر، اختصاصية التغذية. دكتورة تالا، أهلا فيك أهلا معنا. فيك. بداية يعني إذا فيك تشرحي لنا أكثر أو تعرفينا عن مفهوم شو هي الدهون المشبعة والدهون المتحولة. تمام. هلأ الدهون المشبعة هي اللي بتكون صلبة في الغرفة، بالتالي هي بتأثر على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. أما الدهون المتحولة هي اللي بيكون عليها صار عمليات حيوية وتصنيعية، وبالتالي بيكون ضررها أقل بشوي من الدهون المشبعة. طيب وين بتنوجد كل من الدهون المشبعة والمتحولة؟ تمام. هلأ الدهون المشبعة بتنوجد أكثر شيء باللحوم الحمراء، خصوصا إذا بتحتوي على ظاهرة، أو في الدواجن خصوصا بجلد الدواجن. ممكن تحتوي كمان الزبدة، منتجات الألبان اللي هي كاملة الدسم، صفار البيض فيها شوي دهون، كمان زيت النخيل وزيت جوز الهند. هدول أكثر شيء فيهم نسبة عالية من الدهون المشبعة، ولما نتناولهم بكمية عالية بيؤدوا إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، بزيدوا من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. يمكن في بعض الاعتقاد الشائع الخاطئ انه بيقول انه زيت جوز الهند هو يمكن زيت صحي كتير ويمكن لازم نستعيد عنه بكتير من الأطعمة. بتسمعيها يمكن هاي المقولة صحيح. كتير؟ هلا هاي هي طبعا مقولة يعني لا تعتبر صحيحة، لأنه زيت جوز الهند فيه نسبة عالية من الدهون المشبعة، ولما ناخذ كمية عالية من الدهون المشبعة حيصير في عنا ارتفاع في الكوليسترول الضار، بالتالي بسبب لنا مشاكل صحية. كل ما زادت نسبة الدهون اللي بناخذها خلال اليوم بسبب لنا ممكن مع مرور الوقت السمنة، والسمنة مرتبطة بعوامل صحية عديدة. طيب شو هو الفرق دكتورة تالا بين الدهون المشبعة والدهون الغير مشبعة؟ هلا الغير مشبعة في منها نوعين، في أحادية وفي متعددة. الأحادية اللي هي المونو انساتوريتد، موجودة في زيت الزيتون، زيت فول الصويا، وزيت فول السوداني. اوكي. هاي كتير مفيدة للجسم، بس طبعا لما ناخذها بكمية معتدلة، برضه لما تزيد كمان عن الحد الطبيعي برضه بتسبب مشاكل صحية، بس لازم ناخذها بكمية معتدلة بتكون مناسبة للجسم، برضه بتخلص الجسم من الدهون الضارة في الجسم. طيب قديش بيحتاج الشخص البالغ تقريبا لنسبة دهون مشبعة باليوم؟ تمام. هلا الدهون اللي بيحتاجها دهون غير الجسم مشبعة، بالضبط، صح؟ هلا الدهون اللي بيحتاجها الجسم بشكل عام احتياجاته الطبيعية تتراوح بين 20 ل 35% من المجموع السعرات الحرارية كاملة. فإذا كان الشخص بياخذ تقريبا 2000 سعرة حرارية في النهار، فلازم يكون يعني جرامات اللي تحتوي فيها من الدهون بتراوح بين ال 44 لنقول 78 جرام. وإذا من الدهون حولناها لحصص غذائية؟ هلا إذا حصص غذائية بتعتمد حسب كل شخص، طوله ووزنه ومعدل السعرات الحرارية اللي بحرقها. فإذا كانت تقريبا نقول 6 وجبات في النهار، بدها تكون بمعدل حوالي 7 حصص تقريبا، أو يعني بين 5 إلى 7 حصص. كل حصة يعني تقريبا يعني مجموع السعرات تكون تتراوح بالنسبة للدهون نقول الساتوريتد فات اللي هي المشبعة لا تزيد النسبة عن 7%، زي ما كان موجود في الدراسة انه لا تزيد عن 10%، فهو بين 7 ل 10%. بتكون الجرامات تقريبا بين نقول 16 ل 22 جرام من الدهون، بما يعادل تقريبا 140 ل 160 سعرة حرارية. هاي طيب مجموع الدهون الكاملة خلال اليوم. دكتورة إذا بدنا مثلا يعني بعض النصائح لحتى يمكن نتخلص من أكل هذه الدهون في حميتنا الغذائية اليومية، شو هي النصائح اللي بتعطينا؟ تمام. هلا النصائح بشكل عام انه نزيد تناولنا للخضار والفواكه، خصوصا الخضروات الورقية لانها بتحتوي على نسبة عالية من الالياف، والالياف الغذائية بتخفف من نسبة الدهون الموجودة في نظامنا الغذائي بشكل عام. نزيد من النشاط الرياضي، نقلل من البروتينات اللي من مصدرها الحيواني اللي مثل اللحوم الحمراء او الدواجن. ممكن ناخذ البروتين من مصادر نباتيه مثل الحبوب والبقوليات مثل الحمص، الفول، العدس، الفاصوليا، فيها نسبه عاليه من البروتين بتغطي احتياجاتنا بنفس الوقت ما فيها دهون. ممكن ناخذ طبعا اللحوم والدواجن اكيد بشكل طبيعي، بس لازم تكون بنسبه معينه وما تكون فيها نسبه عاليه من الدهون. ممكن نركز على الاسماك والمأكولات البحرية بحيث أنها بتعطينا الأوميغا 3 وفيها مضادات أكسدة ومفيدة للجسم.
هدول اكثر شيء يعني فيهم طيب، يفيدونا. في يمكن دراسة بتقول انه الدهون المشبعة اثبتت انه بتسبب هي سرطان الرئة، هل صحيح هذا الحكي؟ اكيد، لانه كل ما زادت الدهون في الجسم ممكن انها تتجمع حوالي محيط الخصر، فكل ما تجمعت الدهون حوالي محيط الخصر تجمع ممكن تدخل لحوالي الأعضاء الداخلية، فممكن يصير في تراكمات للدهون حوالي الأعضاء الداخلية مثل الكلى، القلب، الكبد، المعدة، الأمعاء، الرئتين، كلها في الجزء العلوي. كل ما زادت الدهون تجمع حوالي الأعضاء، فبالتالي بتؤدي إلى خطورة الإصابة ببعض الأمراض. وطبعا يمكن الدهون هلا مرتبطة بنسبة 100% بأمراض القلب. أكيد مرتبطة بأمراض القلب، لأنه بيؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار، بالتالي لما يرتفع الكوليسترول الضار الـ LDL في الدم بنخفض الكوليسترول النافع اللي هو الـ HDL، فبالتالي بتصير في ترسبات في الشرايين، فبيؤدي إلى تجلطات ممكن، أو بتسكر الشرايين، أو اللي هي تصلب الشرايين وأمراض القلب بشكل عام. مع العلم انه يمكن في ناس بتشكك صارت بعلاقة الدهون وارتباطها بأمراض القلب. هلا اكيد، بس هو بيعتمد حسب نوع الدهون. هلا احنا مش لازم انه ما ناخذ دهون نهائيا، لازم ناخذ دهون بس بنسبه معينه معتدله برضه، لانه لها فوائد زي ما لها مضار، لها فوائد. لانه مرات اذا كان الدايت بلان مثلا ما في دهون بصير الجسم يكون دهون، هي الفكره ناخذ الدهون بكميه معتدله لانه لها فوائد، بس اذا زادت عن حدها بصير لها اضرار عديده على الجسم. طب هل فينا نقول دهون مفيدة بالمكسرات أو بعض أكيد في أنواع دهون المكسرات؟ مفيدة طبعا، اللي هي الدهون الغير مشبعة، اللي هي المونو انساتيوريتد والبولي انساتيوريتد، موجودة في المكسرات، موجودة في الأسماك، موجودة في زيت الزيتون والبقوليات والحبوب، هاي فيها دهون، فيها نسبة معينة برضه بتكون مفيدة للجسم. دكتورة تالا الناطر، اختصاصية تغذية، اسمحي لي اشكرك كثير على شكرا لك. المعلومات المفيدة يلي اعطيتينا اياها.